السلام عليكم ورحمة الله. عندي ملحوظة الأول، لماذا لا نلتزم بالكمامة؟ يعني رئيس الدولة متصور امبارح باللقاء بكل الوزراء كله مرتدي الكمامة. الكمامة دي مسألة غاية في الأهمية يا جماعة، دي معمولة مش عاوزين نستسلم للإحساس بالطمأنينة. الطمأنينة إذا كانت مبنية على غير أساس تؤدي إلى مخاطر ومحاذير. إحنا بنواجه وباء خطير جدا، مش عاوزين نستسلم للعادة. وشايف أنا زملاء كده سوري يعني مستعبطين ومش عاوزين برضو يحطوا الكمامة، فضلكم حطوا الكمامة. الله، لازم نلتزم علشان صحتنا وعلشان صحة بلدنا وصحة شعبنا. الحقيقة أنا كل مرة باجي في حلف يمين ببقى مشغول أكلمكم في إيه، لأنه تعددت جلسات حلف يمين وكل مرة أنا بحب أتكلم في حاجة ما اتكلمتش فيها قبل كده، وساعات بقى الجراب ما يبقاش فيه جديد، بس أنا برضه عاوز أشوف لكم جديد النهاردة. والجديد بتاع النهاردة ده أنا هستمده من لقائي أمس مع وزير العدل. إحنا نتيجة ميراث غير صحيح، يعني العلاقات بين المحاماة والسلطات القضائية ناهيكم بالسلطات الشرطية ليست على ما يرام أو ليست على كل ما يرام. وأنا حينما أقارن وقد لحقت بالعصر الذهبي بينما كانت عليه الأمور بيننا وبين القضاء في السالف وفي سالف السالف أيام جيل آبائي أنا، وأبص للحال النهاردة بحزن. من الحاجات التي يعني يعرفها العواجيز أمثالي أنه في أوائل الثلاثينات من القرن الماضي أقيم احتفال بإنشاء المحاكم الأهلية، وكان يشرف على هذا الاحتفال شيخ القضاة وشيخ المحامين الأستاذ عبد العزيز باشا. إن شاء الله لما هتروحوا دور القضاء العالي هتجدوا إنه القاعة الرئيسية لمحكمة النقض في صدر المبنى مسماه باسمه، هو أحد فلتات المحاماة وأحد فلتات القضاء وأحد أعلام الوطنية وأعلام التنوير، ليس فقط في مصر وإنما في الشرق كله. أخرجوا كتاب اسمه الكتاب الذهبي من مجلدين عن هذه الاحتفالية التي تشارك فيها القضاة والمحامون، يكاد يكون عدد المشاركين من الفريقين متساوي مع الطرف الآخر. وجدت من أعلام المحاماة من يتحدثون إبراهيم الهلباوي ووحيد دوس وتوفيق دوس وأحمد رشدي، فطح المحاماة، كل واحد فيهم يتكلم في فن من فنون مش المحاماة بس وفنون القضاء. ووجدت من بين القضاة من يتحدثوا في فنون المحاماة، وانتقيت جزء من كلمة عبد العزيز باشا فهمي في هذا المؤتمر ووضعتها في آخر مجلدات من حصاد المحاماة. يتحدث عن المحاماة والقضاء فيقول إن القاضي يتعلم من المحامي، وقال للناس كده ولا ينبئك مثل خبير. ليه؟ لأنه عمل بالمحاماة وعمل بالقضاء وهو يحدثهم وهو رئيس
محكمة النقض والإبرام حسب مسماها في ذلك الزمان. قال لهم المحامي مبدع والقاضي مرجح، وفارق بين المبدع وبين المرجح. هذا توصيف بالغ الأهمية وبالغ الخطر، يقر للمحاماة بأنها إبداع، ودي معناه أنها ليست فقط محصلة علم، هي محصلة علم لا شك فيه، محصلة ثقافة. إيه اللي بيضحكوا بينا أنتوا الاثنين؟ أنتوا الاثنين أهو، أنا بقول لكم أي أيوة، أنتوا اللي جنبك على يمينك بتضحكوا ليه؟ وأنا عارف أنا بس بكشهم يعني عشان يعني يبقى المسألة كده يعني. الإبداع هو محصلة علم بالقانون، نعم، محصلة معارف وثقافة، نعم، وإنما هو أيضا محصلة عملية فكرية ذهنية عقلية تستخرج من بطون المعارف والعلوم ما يستطيع به المحامي أن يبدع، وفي هذا الإبداع تتجلى مشروعية المحاماة، ويتجلى كيف يمكن أن يكون المحامي معلما للقاضي، ليس بقصد العلام بالمعنى البسيط، وإنما هو ينير له الطريق في الدعوة التي ينظرها. كلنا بنمر في حياتنا وفي قراءاتنا على مسائل، وقد يعني يكتفي بعضنا بأن يتخذها كده أو يمر عليها مرور الكرام، ولكن المتأمل الراغب في الإبداع يستخرج حكمتها. لما السيد المسيح عليه السلام جيء إليه بمريم المجدلية واليهود راغبون في رجمها، قال لهم من كان منكم بلا خطيئة فليتقدم وليرمها بحجر. قصة ممكن تشبعنا وتعطينا العبرة والعظة إلى آخره، ولكن فحواها فيما يتعلق بعملنا أن السيد المسيح عليه السلام نصب من نفسه محاميا عن هذه السيدة. حينما ذهب طائرا أبو بكر الصديق ليمنع طغاة القرشيين والغلمان عن خنق الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لهم أتقتلون رجلا يقول لكم ربي الله؟ الصديق اشتغل هنا محامي. من يتأمل في قصة امرأة العزيز وسيدنا يوسف عليه السلام يجد أن الشاهد الذي شهد من أهلها ضرب مثلا يصح للمحامي المبدع أن يتوقف عنده ليستخرج قيمة الدليل الفني. الدليل القولي معرض للكذب والافتراء والاختلاق، عشان كده القرآن الحكيم أمرنا فقال وأشهدوا ذوي عدل منكم، لأن الشاهد إذا لم يعدل يجر القاضي إلى ما لا تحمد عقباه وإلى الحكم بالظلم. الدليل القولي معرض، ولكن الدليل الفني أبدا لا يجزم. كل بحوث العلم قالت إن بصمة الإصبع لا تتعدد قط، على اختلاف بلايين البشر الذين وردوا على البشرية حتى الآن لا توجد بصمة تطابق بصمة أخرى، بل واكتشفوا أن هناك بصمات غير بصمة الإصبع، لدرجة أن البعض قد وجد هناك بصمة للشعر. ومن يتابع القراءات يعرف أن العلم قد توصل إلى ما قد نسميه تجاوزا الدي إن إيه، صار بمقدور هذا التحليل أن يقطع في النسب بالنفي أو بالإثبات.
النهاردة لما بيحدث حادث من الحوادث التي تطرى ولقوا جثث أشلاء وعاوزين يتعرفوا على أشخاص الجناه أو على أشخاص المجني عليه، تحليل الدي إن إيه صار هو الهادي. إذن المحامي حقيقة مبدع، ويجب عليه ويتعين عليه أن يلتمس سبل الإبداع باتساع علمه ومعرفه وثقافته، وأيضا بعمق تفكيره وتأمله. نرجع مرجوعنا، إحنا ورثنا هذه العظمة بين القضاء وبين المحاماة، ولكنها لم تعد كما كانت. طبعا إحنا بطبيعة الانحياز للمحاماة إحنا بنحمل القضاء كل العبء في فساد العلاقة بيننا وبينه، والقضاة يحملون المحاماة كل العبء. ظني أن الفريقين لم يمسكا بحقيقة الواقع. حقيقة الواقع أن التعاون ثمرة مساهمة مشتركة، وأن اختلال الميزان ثمرة ممارسة غير رشيدة. ونستطيع إذن أن نعرف، بل ويجب علينا أن نعرف، أنه حينما تختل العلاقة بين القضاء والمحاماة يبقى في خلل من هنا وفي خلل من هنا. وقد يروحنا ان احنا نمسك في الخلل اللي هناك، ماشي، بس لازم نعرف برضو الخلل اللي عندنا، لازم نعرفه. ليه؟ لانه حينما يكتمل لنا كل مقومات المحاماة سوف نفرض احترامنا على القضاء، مش بالعافية ولا بالدراع، وإنما بمظهرنا وسلوكنا وعلمنا ومعارفنا وأدائنا. اللي عاوز أقوله لكم، المحامي والمحامية تبدأ مهمته في أي قضية وهو لما يزل بعد في منزله. شوفوا بقى، وليس في بيته أو في مكتبه. نقطة أولى، كيف يدرس القضية؟ ما الذي يتعين عليه حتى يذهب إلى المحكمة وهو مهيئ لأن يكون للقاضي مبدعا ينير له الطريق؟ هذه مسألة لا تتأتى إن تأتى إلا بجهد وعمق وإخلاص. أحد زملائنا الطراف كان بيترافع في قضية من سنوات قبل ميلادكم، وقعد يتكلم على الموكل اللي متهم بالحمار وسرقة الحمار، وقعد يبني دفاعه ومرافعته على أنه لا يتصور أن يسرق الحمار، والحمار يتحرك، والحمار يفعل، والحمار حينهق، والحمار حيعترض، والحمار حيقمص، وقعد يقول والقاضي يخفي ابتسامته. ثم فاجأ زميلنا في النهاية، قال له إن الحمار المسروق حمار خشبي. الأستاذ الزميل ما قراش القضية، ما قراهاش، لو قراها كان يعني حوط على نفسه من السقطة دي. فعاوز أقول لكم، مهمتك تبدأ وانت في مكتبك وفي بيتك، وهتلبس ايه؟ مش لما يبقى مثلا واحد هيقابل خطيبته او خطيبه هتقابل خطيبها، كل واحد بيتزوق ويلبس احلى ما عنده. انت وانت رايح محكمه او نيابه لازم تتزوق، لازم تتزوقي، بمعنى مظهر المحاماه، رداء المحاماه، يركب عليه مسلك المحامي والمحاميه، ده اساسي. دخلتك على قاعة المحكمة جزء لا يتجزأ من أدائك، مظهرك أمام المحكمة جزء لا يتجزأ من أدائك، اقترابك من المنصة أو ابتعادك عنها جزء لا يتجزأ من أدائك في المحاماة.
حينما تطلب أجلا أو تطلب تصريحا يستحسن أن تقترب من المنصة وألا يعلو صوتك بما يجاوز إسماع القاضي بما تطلبه. فإن أردت أن تترافع وجب عليك أن تلتزم مكانك في خط المحامين لإشعار القاضي أنك محام وأنك سوف تؤدي واجب المحاماة وتترافع. ليست المرافعة كلها كلام، بل هناك فيما نعرف الصمت. أحياناً الصمت ينبه أكثر مما ينبه الكلام. حينما تشعر أن السامع قد انصرف عنك، فلعل التوقف لثانية أو ثانيتين أو ثلاثة ما يلفت نظره ويعيده إلى الانتباه إلى ما تقول. ليست المرافعة كلها جعجعة وكلام، وعشان كده حتى الكلام له مراتب وله درجات وله طبقات، وكيف يلقى وما أدوات الإلقاء. احنا نبص لها كده بالبلدي كده، ما هو بالبق باللسان، لا، اقروا البيان والتبيين للجاحظ، اقروا فن الإلقاء لعبد الوارث عصر، تعرفوا ان في كلمة بتطلع من بين الشفتين، وكلمة بتطلع من على طرف اللسان، وكلمة بتطلع من الجوف، وكلمة بتطلع من المناخير، وكل أداء من هذه الأدوات يؤدي إلى نغمة صوتية وإلى طبقة صوتية تحدث الأثر المطلوب لدى المتلقي أو المتلقين. الكلام ده من كثرة الغثاء الذي نراه لم يعد أحد يتوقف ليتأمل. أنا في وأنا محامي كبير كده، يعني الناس بتقول يا سلام ده واد شاطر ده، كنت بقالي يعني دخلت يعني مضمار وتعرفت، وظني وقتها أنني منطلق ومفوه وما فيش يا ما هنا يا ما هناك. فتصادف أن أنا حينما استقلت من القضاء العسكري وعدت للمحاماة تزاملت مع أستاذي وأبي الروحي الدكتور محمد عبد الله محمد في قضية كانت منظورة أمام محكمة عسكرية عليا، متهم فيها محام بأنه سعى بعرض رشوة على أمين سر عشان إيه يسرق أو يسحب ملف قضية رشوة متهم فيها موكله. ضبطت الواقعة وحصل فيها تسجيلات بمعرفة الشرطة العسكرية والمباحث الجنائية العسكرية، وكان الموكلين في هذه الدعوة أستاذنا محمد عبد الله محمد وصديق عمري النقيب العظيم أحمد الخواجة والعبد لله. طوال الفترات اللي قبل الجلسة الأخيرة يعني بنقعد، كانت غرفة المحامين يعني جزء كده من كنيسة، لأن المبنى بتاع المحكمة كان أصلاً كنيسة أيام الجيش الإنجليزي في المنطقة العسكرية المركزية. فبنقعد قدام الأوضة تحت الشجر كده، ده غير الشجر بتاع وهيبة، ونقعد ندردش ونحكي. وقتها بقى أنا كنت يعني إيه دخلت في قضايا عليها العين يعني. فبنقعد ندردش، أقوم ألاقي محمد عبد الله محمد وهو بيتكلم كده يلقلق ولسانه يلعب في بقه زي العصفورة اللي طارت 2 كيلو وبتنهج. ومن اتصور ان اللفظ عصاه، مش لاقي اللفظ، وانا بقى معتبر نفسي ملك المترادفات اللغويه، اقوم لاحقه بلفظ يقول لي لا، الثاني لا، في المره الثالثه والرابعه عرفت ان الراجل ده بتاع ارابيسك، مش بيدور على اي لفظ، بيدور زي بالظبط صانع الارابيسك اللي هيحط اللفظ ده في الحته دي ما يتحطش غيره. شوف بقى العناية. وفضلت طول الأعداد ثم المرافعة بعد كده أتأمل في محمد عبد الله محمد، سأل أسئلة حول التسجيلات
انا ما فهمتهاش. قلت ايه الراجل ده بيعمل ايه ده؟ وايه لازمه الاسئله دي؟ ما عرفتش وجه الاسئله دي الا لما جه اترافع. هما خلوني اترفعت الاول وبعدين احمد الخواجه وبعدين هو ختم. لما اترافع انا عرفت ما غاب عني. اللي انا استهونته ده التاريخ فنون في التسجيلات. انا بعتبر نفسي النهارده ثمره محمد عبد الله في الالمام العميق العريض بالتسجيلات الصوتيه والمرئيه. اللي علمني محمد عبد الله من غير ما يقول لي انا بعلمك، مجرد متابعته ومراقبته اتعلمت منه. الخلاصه في اخر يوم في المرافعه قال لي انا همشي السواق، احنا اتاخرنا وبقى وصلني يا رجائي. قلت له حاضر يا فندم. وقتها انا كنت بسوق بنفسي وركب جنبي العربيه وطلعت اوصله. ففي السكه قال لي يا رجائي انت محامي كبير بس انت هتبقى اكبر من كده. وبقول لي دي المقدمه دي ليه؟ عشان ما يجرحنيش انا لا كبير ولا دياول، انما هو عشان ايه ما يشعرنيش بالصغر. قال لي انت محامي كبير بس انت هتبقى اكبر من كده، وانا عندي اللي اديهولك. انا عندي اللي اديهولك. لما تلاقي نفسك فاضي تعالى لي. قلت له اجي سيادتك فين؟ قال لي في المكتب زي ما انت عاوز، في البيت انت هتشوفه دلوقتي زي ما انت عاوز، وفي اي وقت انت عاوز. هذه الدعوه الكريمه انا ما تصورتش انني ساسرع لتلبيتها لولا اني قد شعرت ان الكلمه بدات تتعثر على لساني. يعني كل ما اجي اترافع فقدت تدفقي. ليه؟ لان انا شفت راجل بناء الكلمه بدقه والعباره بيسبقها فكره، وانا لسه بقى الجسر بين العقل واللسان ما بقاش بالقوه اللي عند محمد عبد الله محمد. ففقدت قدرتي على الايه؟ هذا التفوق. فرحت له. معلش انا طولت عليكم في الحته دي بس هي حاجه تتحكي. رحت له مكتبه. رحب بيا وقال لي ازيك؟ قلت له انا جاي لسيادتك في ازمه. قال لي خير يا ابني. فقلت له انا بعد ما شفت حضرتك وسمعتك وتاملت فيك انا فقدت قدرتي على الكلام. وبدات اتشكك او انام زي الزميل اللي مغمض عينيه ونام وهو قاعد دلوقتي. ها شفت بقى؟ اهم حاجه ومهمه السامع اصعب من مهمه المتكلم. انا عارف انا عارف. معلش انت هتدخلنا في الصعيد ليه؟ دول اسيادنا يا عم. احنا كلنا تبع الصعيد يعني. فساب المكتب وقام قاعد جنبي على الكنبه او الاريكه حسب اللغه العربيه الفصحى، ولقيته بيطبطب على ركبتي وبيقول لي ما تقلقش. ده معنى كده ان الشجره بتاعتك طيبه وهتورق. شوف التعبير. قال في ناس يا رجائي بتخش الدنيا وتخرج منها بعد 50 سنه 70 سنه 90 سنه ما توقفش ولا تراجعش. معنى انك انت وقفت انك انت بتتامل. هو ده اللي هيكبرك وهتبقى شجرتك طيبه وهتورق الى اخر الكلام. وانا منذ هذا اليوم انا لم افارقه قط. يعني على الاقل مرتين في الاسبوع ما كانش ثلاثه اروح كده القي الاسئله واتلقى الرطب الجميل. انا بقول على نفسي النهارده رغم ان ابويا كان محامي ان انا صنعه ايدين محمد عبد الله محمد. فحوى القصه. انشدوا المعرفه في اي موطن يصادفكم. واقرنوا المعرفه بالتامل بل والتامل العميق. واعدوا انفسكم لتكونوا بالفعل مبدعين في عالم المحاماه. ولنتشارك معا في نقل العلاقة بين القضاء والمحاماة إلى ما كانت عليه قائمة على الاحترام المتبادل، وهو ما أسعى إليه الآن. وظني أن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة. الحديث إليكم لا يشبع منه، ولكن هناك دفعة أخرى سوف تحلف اليمين، فعذرا إن كنا سنترك الحديث. Yeah.
هنحلف اليمين وقوفا ان شاء الله، وعاوز بقى القاعة تترج بصوتكو وانتو بتحلفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم، أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال، وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وعلى تقاليدها، وأن أحترم الدستور والقانون. صادق التهاني لكم، قد صرتم محامين.